السلام عليكم ابنتي يا ولادي، داخل الوطن وخارج الوطن، وكنبغيكم وكنحبكم من طنجه للقويره، وجايه اليوم نشارك معكم الغداء ديالي. انا فرشت خيزو، ها هو باجي، ها هو فرشت خيزو كاع بحال هكا. ما التليفون ما بغاش يتقاد ليا. فرشت خيزو، الحولي ديالي كاي لعب فوق السطح، ودايرة الحيمة فرشتها من الثلاجة، دايرة فيها يعني وسكين جبير والخرقوم والبزار وتومة غبرة، وراه باقي ما تطلق لياش، وانا زربانة ما عندي ما ندير. بسم الله ومليحة وخف عليكم الحال. اليوم بغايا ندير الغدا، غندير غير ما غندير لا خضيرة لا والو، غنخضرو غير بالبطاطا والزيتون. طيب ان شاء الله وتشوفوا كي جا طاطاو والزيتون. صافي الحولي ديالي خدام، ولكن الحولي هاد العام غالي بزاف. ايوا الحمد لله، اللي كتب لي شي حاجه في الرزق كيديها. انا نقي واحد البصيله، نقي البصله، حيت البصله ما كنبغيش نقيها بزاف، ما خصش البصله تدار في الماء، خص غير تشلي ليها وتخطريها باش ما يمشي ليها هذاك هذيك النسمه ديالها. ها هي دويورات باش كطيب وكتعطي ديك الدغميره في الطاجين. حتى البلاتي وندير شي زويتينات، الله يجعل البركه. هانتوما معايا انا عزيز عندي الحامض في الدجاج بزاف، كنغسلو بالحامض و داك الحامض ف الدجاج الحامض و التومة هو ما لي كي لي كيصاوبوه مزيان. متخلاوش عليا وليداتي، متخلاوش عليا، راه ديما كنقولها لكم باقي هادشي كاع ما ندير ربيع من الفوق. صافي كيبقى بحال هكا، انا راه ما كنقلب لا والو، كيبقى يبقى بحال هكا حتى يطيب بحال هكا. صافي ما نحركوش، غنردو في سميتو، غنردو في البوطه، وكنقص ليه البوطه، كنهبط بزاف بزاف، وكنخليه كيطيب بحال كيطيب على الفاخر. فين كنقلب كنلقاه بحال هكا، كندير غير بالراس ديال الموس هكا كنلقى كلشي طايب. صافي ما كنخلو كاع. دابا غندير زويته من الفوق، بقات عندي شويه زويته هنا، صايبت شويه ديال الخمر وبقات عندي زويته هنا. غنجيب زيت العود، انا كنصب زيت العود بزاف، هانتوما القريعات ديالي. ايوا نتوما معايا ان شاء الله حطيطي الغدا ديالي، وانتوما معايا ومرحبا بكم، ومرحبا بكم عندي. هانتوما ها الطاجين ديالي، ها الخبز طيبت، عدا الخبز ها هو طيبت الخبيز، ها هو الطويجين ديالي، ها هو ما كنحركوش، غير البطيطا والزيتون وشويه ديال الدجاج والبصيله. صافي الله يجعل البركه، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم
ونكون عند حسن الظن ديالكم. كندير معكم هذاك الشيء بسيط، على قد الواحد على قد الدين، والحمد لله. اللهم لك الحمد، وحمدين الله وشاكرينه. وكنتمنى ان شاء الله هاد العواشر تدخل عليكم بالصحه بالصحه والهنا وطول العمر، واللي مريض الله يشافيه، واللي صحيح الله يزيد ليه في صحيحته. كنتمنى ان شاء الله تدخلوا عندي وتشجعوني باش تفعل هاد القناه. راه باقي ما كاين والو، راه مشات شي غرا قريبا العام، باقي ما كاين حتى شي حاجه. وتبارك الله عليكم، وكنبغيكم وكنحبكم، وصلى على النبي عليكم.